قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلاله. طبعا هذا الحديث مر في المراجعة رقم 10، مر بنا. طيب، لكن باب التذكير فقط نقول للناس، رواه هذا أبو نعيم وإسناده مظلم كما قال الألباني، فيه جماعة من المجهولين، وقال عنه ابن عساكر: هذا حديث منكر. اي نعم، وهو مر الحديث تكرار، يعني كرر الحديث الآن. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب، فمن تولاه تولاني ومن تولاني فقد تولى الله، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. هذا أيضا مكرر، ذكره أيضا في المراجعة 10. أنا ماني عارف لماذا التكرار. طيب، كأنه جاء بشيء جديد. وشيخ الأزهر لا يتكلم، لا يقول هذا مر، لماذا تعيد ذكره مرة ثانية؟ لعله أن يؤكد لشيخ الأزهر، يعني يقول له: ذكرته ولم تعلق عليه، وأذكره الآن وأنت لن تعلق عليه. وهذا الحديث على كل حال أخرجه الطبراني، فيه محمد بن عمار بن ياسر في مجهول، وفيه عمرو بن ثابت متهم بالكذب. نعم. يعني شيخنا، يعني هؤلاء القوم يعني يرون سرد مثل هذه الأحاديث ولا يتساءلون، هؤلاء عقلاء نعم. الإمامية نعم. لا يتساءلون لماذا شيخ الأزهر ما يضعف ولا حديث ولا واحد. حديث هو أكثرها الآن جلها موضوع. طيب، عقلاء الإمامية ليس عندهم عقول؟ لا، وليس قول شيخ الأزهر مكذوب عليه، شيخ الأزهر مكذوب عليه. طيب، الخوئي ومرتضى الياسين والغروي والشيرازي والصدر، هؤلاء ما يدرون أن هذا الحديث موضوع مكذوب عند أهل السنة؟ لماذا يثنون على الكتاب ويقولون أتى بالأدلة الواضحة الصريحة البينة؟ لماذا لا يقولون الصدق؟ إنها يعني جريمة اشتركوا فيها. هؤلاء يا شيخنا، هؤلاء يعني ليسوا بحجة، لأنهم يتقربون الله بالكذب. أنا أخاطب عامة الشيعة، أقول لماذا علماءكم لا يكونون يعني صادقين يعني في هذا الأمر؟ يعني عفوا، الآن لما ذكر حديث حب علي من الإيمان، هل أنكرناه؟ لماذا؟ لأنه صحيح عندنا، ما عندنا مشكلة. طيب، لكن ننكر المنكر، لكن هم لماذا يقبلون المنكر ويسكتون عنه وكأنهم لا يعلمون، بل يثنون عليه ويقولون لا يأتيه هذا لا يأتيه الباطل بين يديه. الآن مر بنا 20 حديثا باطلا، أين التعليق على هذه الحديث؟ أين مناقشتها؟ ويقول لا يأتيه الباطل بين يديه، يغرون الناس ويكذبونه عليهم، والله المستعان. نعم. شيخنا، هؤلاء العلماء معروف أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى عندك بالكذب عندك والافتراء على المخالفين. عندك نعم. عندك، أنا أتكلم عند عامة الشيعة نعم. الذين يثقون بهم ويرون أنهم أولياء وأنهم أتقياء وأنهم يخافون الله. أنا نعم. أقصد عامة الشيعة، ما أقصدك أنت ولا أنا. أحسنت شيخنا. وكذلك أنهم هم يتساءلون في أنفسهم من كان حقيقة يحترمون العقول، يعني يقول نحن أصحاب المنقول والمعقول. إن كان هؤلاء لديهم عقول، لماذا لا يقولوا طيب شيخ الأزهر كيف يعني هذا عالم كبير ويسكت عنه؟ يسكت يعني ولا يناقش، خل واحد بس حديث، ولا حديث ولا حديث، بس يعني يسوي مسرحية للناس كذا أنه فعلا جالس يناقش، جالس في مجلس مناظرة. لا أبدا، ويضعف ولا ويصحح ولا حديث، ولا حديث، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. بالعكس، لما أتى بحديث باطل الذي مر بنا، حديث الدار، انذار يوم الدار، طيب حديث باطل، شيخ الأزهر راجعته وثبت لي أنه صحيح، هو كذب. أعوذ بالله، الله المستعان. هذا ما يبين كذب. نعم، هذا الكتاب. لا شك، لا شك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليتولى علي من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي. والله لو هذا الحديث صحيح، أنبياء ذولي، فوق الأنبياء ذولي، كلام باطل. وأيضا هذا الحديث مر في المراجعة رقم 10، يعني نحن الحين في المراجعة كم؟ عفوا، كم رقم المراجعة؟ 48. نعم 48. ها، ثمانية وأربعون. مرة بمراجعة من عشرة، يكرر إعادة لما سبق، وهو
يعني أيضا مر بنا الآن رقم 22. شوف رقم 22 عندك الحديث إيه؟ من أراد أن يحيى حياتي يموت. نفس الشيء نفس هذا الحديث أرشون، هو من رواية ابن عباس وزياد بن طرفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو كما قلنا متروك. وقال الألباني عن هذا الحديث أنه موضوع، يعني نفس الرواية كرر، نفس تكرار هنا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي وهي جنة الخلد فليتولى عليا وذريته. هو نفسه أيضا يحيى على الأسلمي وموضوع. نعم.